أحد متابعينا طبعا كان سألنا في فيديو على كيفية رص الواير بطريقة صحيحة. طبعا تلاقي عنده يعني الواير ملكلك ومعجد في بعضيه في الحلة بتاعة الواير، وده طبعا يرجع انت لما في البداية لما بتيجي ترص الواير طبعا بيترص معاك، بعد كده لما تيجي بتشتغل على أدوار مرتفعة فتيجي في الآخر وتلم الواير كده على الفاضي من غير حمل، فتلاقي الواير يتعقد معاك. انت علشان تلم الواير بطريقة صحيحة اطلق خلي الونش على دور مرتفع جدا، يعني لحد ما يجيب الواير معاك وابتدي اشتغل، وفي نهاية الشغل طبعا الحلة بتاعت الرملة ما تطلعهاش فاضية، ولا تطلع السلسلة فاضية ولا الواير فاضي، املى الحلة رملة تمام. خلي في الاخر طبعا بنطلع الرملة، ولم لم الواير على الحلة بتاعت الرملة اللي هي التقيلة، وما تنزلش الحلة بالواير، نزلها بقى على السلم على سنصير بالسلبة زي ما بننزل احنا. المهم ان انت تلم الواير في الاخر على حاجة تقيلة. زي ما شفت الواير طبعا بيترص بطريقة، احنا صورنا الونش كده من تحت. ما تنسوش يا جماعة معاك تعمل لايك للفيديو علشان غيرك يستفيد يعني والفيديو ينتشر. طبعا الشغل ده يا جماعة ده رفع البلوك، زي ما انتم شايفين بنسيب مساحة بين مكان البناء، يعني بنرص بعيد عن الحيطة بحوالي متر او متر الا ربع، علشان لما البنا يشتغل يكون طبعا مفيش اي عقبة قدامه ولا اي حاجة تضايقه. الونش ده يا جماعة طبعا بيرفع في حدود 300 كيلو 350 كيلو، يعني ممكن يرفع 6 شكاير اسمنت، 5 شكاير يعني بيكون حالته جيدة، بيرفع 7 شكاير. طبعا الونش اللي هتشوفوه ده يا جماعة حديد حوامدية، مكنة هوندا ياباني 13 حصان. براوتها يا جماعة يعني زي ما شايفين الشغل اهو، الشغل ده كله بعيد عن الحيطان. الباروتة بتشيل في بعض الأحيان 34 بلوكة أو 38 من البلوك الأبيض ده، وبتشيل في الطوب الأحمر يا جماعة من 170 إلى 200 طوبة، طبعا حسب الونش اللي معاك وحسب الحديد اللي معاك. هتشوف دلوقتي دي براويطة بلوك يا جماعة، أنا في بعض الحاجات حايش الصوت بتاعها بس عشان تسمعوا الصوت اللي أنا بتكلم. الباروتة دي يا جماعة شايلة 34 بلوك، طبعا احنا بنطلع معانا عمال، عمال شغالة تحت وعامل فوق بيرص طبعا البلوك. مينفعش نسيب الشغل مبهدل ورانا او ايا كان، لازم الشغل يبقى مظبوط، وطبعا ما تحملش كتير على السطح، ليها رصات معينة يعني، في لازم ترص الشغل بحكمة وعقل علشان السطح طبعا لو حملت عليه زيادة عن اللازم في البلوك الابيض ده بالذات ممكن يطق، ممكن يجرى اي حاجة ضرر للسطح. طبعا معظم الناس شغالة طبعا في الطوب الاحمر وفي الرملة وفي الاسمنت، ولكن في الارياف عندنا يعني 90% من الناس بيشونوا بلوك، لان البيوت كلها يعني حوامل. زي ما انتم شايفين الشغل، هتشوف دلوقتي طلوع الرملة وهتشوف كل حاجة دلوقتي. يا رب بس تكون المعلومة وصلت اللي انا عايز اوصلها لاحد متابعينا ولكل الناس، طبعا انا عايز الناس كلها تستفاد من الفيديو. تابعوا الشغل يا جماعة وهتشوفوا كل حاجة دلوقتي، وربنا يرزق الجميع وربنا يعمر بالناس كلها. شكرا ليكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
طبعا يا جماعة احنا عاملين التقل بتاع الونش كبير كده، لان احنا بنطلع طبعا كميات كبيرة، فلازم التقل يكون كويس علشان الونش ما يتجلبش لتحت.